يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، بالرب يسوع اللي مكتوب عنه انه هو اسد يهوذا. في آية في سفر الرؤيا تقول عن الرب يسوع: وذا قد غلب الاسد الذي من سبط يهوذا. اسد من سبط يهوذا، الرب هو الاسد اللي من سبط يهوذا، لان سبط يهوذا بيتكلم عن الرب الملك، لأن ده السبط اللي كان بيطلع منه الملوك في العهد القديم. فالرب يسوع الملك لأنه بيحبني يعطيني أن أنتصر. هو الأسد الذي غلب إبليس في معركة الصليب، ويعطيني دائما لو أنا معاه أن أغلب إبليس. وأقدر أقول يعظم انتصاري بالرب يسوع الأسد المنتصر الذي أحبني. عزيزي المشاهد، مش قصد الرب انك انت تبقى زي العصفورة الضعيفة اللي أول ما تيجي شوية ريح تهرب وتستخبى في الشجر. قصد الرب ليك انك تبقى أسد، لأنه هو الأسد. قصد الرب ليك انك تبقى مرعب للارواح الشريره. قصد الرب ليك انك تدوس على الحيات والعقارب. رب قال: اعطيكم سلطانا ان تدوسوا الحيات والعقارب وكل قوه العدو. العدو اللي هو ابليس، ولا يضركم شيء. قصد الرب ان احنا نبقى اسود أمام الأرواح الشريرة. نبقى أسود بنفسنا؟ لا، بنفسنا نتصرف زي العصافير اللي بتخاف، إنما بالرب يسوع مش هنهرب من إبليس. إبليس هيخاف مننا ويهرب مننا، مش أنا اللي أهرب من إبليس، لا، إبليس هيهرب مني. ليه؟ هيشوفني أسد مرعب ليه. عزيزي المشاهد، كن في علاقة حية مع الرب، وآمن وصدق إن إبليس بيخاف منك وإن الأرواح الشريرة بتخاف منك. آمن وصدق إن بسبب علاقتك مع الرب يسوع الأسد الذي من سبط يهوذا، بسبب علاقتك مع الرب يسوع الذي غلب، هوذا قد غلب الأسد، بسبب علاقتك مع الرب يسوع لازم تؤمن إن الصحراء يخافوا منك، اللي بيعملوا أعمال سحر يخافوا منك. لازم تؤمن بالآية اللي بتقول: قاوموا إبليس فيهرب. مش أنا اللي أهرب، هو اللي يهرب مني. يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالرب يسوع الذي أحبنا. وعشان كده تلاقي في وصف شعب الرب اللي موجود في سفر العدد، شعب الرب وصف بأنه كالأسد، وده في العهد القديم. إذا كان وصف شعب الرب في العهد القديم أنه أسد، فكم وكم يكون في العهد الجديد. العهد الجديد عندنا رؤية أعظم من رؤية المؤمنين في العهد القديم. في العهد الجديد شايفين الرب وقد سحق الشيطان الحية في معركة الصليب، وعارفين بقى احنا في العهد الجديد ان الرب زي ما بتقول الرسالة الى العبرانيين أباد إبليس بموته على الصليب. حصل إبادة لمملكة الظلمة. إبادة هنا بمعنى ان مملكة الظلمة، تلاقي الكلمة معناها في اللغة اليونانية انها صارت بلا قوة. يعني أنا بحارب عدو صار بلا قوة. هو قوي جدا لما يحارب غير المؤمنين، إنما معايا أنا لأن أنا مرتبط بالرب يسوع الذي أحبني، لأنه معايا أنا يبقى بلا قوة. ولازم أنا أفهم كده وأؤمن بكده، وأؤمن أن السحر لا يؤذيني، الحسد لا يؤذيني، الأرواح الشريرة أرواح النجاسة لا تستطيع أن تضرني، ولا تستطيع أن تقيدني، ولا تستطيع أن تأتي بلعنات على حياتي.
يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. وأرميا في العهد القديم سمع الكلمة العظيمة: يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك، يقول الرب. أنت في العهد الجديد الكلمة دي ليك: يحاربونك ومش بس لا يقدرون عليك، يهربون من أمامك. زي الآية اللي بتقول يبقوا جايين عليك متحدين في طريق واحد، هم يجوا يهاجموك، يخافوا منك لأن يشوفوك أنك أنت مرتبط بالرب يسوع، يشوفوك بتردد اسم الرب يسوع، يشوفوك بتعلن حماية الدم الثمين على حياتك، يشوفوك بتسبح. هم يتشتتوا في 7 طرق، يعني اللي اتحدوا لإزائك لما جم يؤذوك حصل لهم تشويش، حصل لهم انقسام، تشتتوا في 7 طرق. بعد ما كانوا متبعين ضدك رجعوا متفرقين من أمامك. يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا على إبليس، يعظم انتصارنا على مملكة إبليس. وزي ما وعدنا الرب: ولا يضركم شيء، يعني إبليس ما يقدرش يضرني. اوعى تخاف من إبليس، اوعى تخاف من الناس، الناس هم اللي يخافوا منك. انت لازم تبقى واثق كده ان لما حد يبقى عايز يأذيك يخاف انه يأذيك، يخاف انه يقرب عليك. ولازم تتصرف بهذا التفكير ان انت بالرب يسوع مرعب لمن يريد ان يؤذيك. لازم تبقى فاهم ان الرب هيخلي العايز يأذيك ما يقدرش. في آية بتقول: ولا يشتهي احد ارضك، يعني لما تبقى انت مع الرب وحياتك للرب وبتخدم الرب، اللي طمعان في حاجتك ما يقدرش يخاف، يخاف من غير ما تعمل اي حاجة، ولا عندك علاقات مع بوليس ولا عملت، لا يخاف، مجرد اسمك كده يبقى مرعب عليه. والنتيجة انه لا يطمع فيك، لا يشتهي احد ارضك. والرب قال: لو طرقي أرضة الرب، يعني عايش مع الرب، يجعل أعدائي يسالمونني. يعني إيه؟ يعني يخافوا يعدوني ويخافوا يهجموا عليا، أبقى مرعب ليهم. ليه؟ لأني أنا تبع الأسد الحقيقي، مش الشيطان. الشيطان أحيانا يتوصف بالأسد، لكن أسد إيه؟ عاجز، يعني فاقد الأسنان، فاقد، عنده صوت بس يخوف بيه. أنا مش أخاف من صوت الأسود بتاعت إبليس، لأني أنا في المسيح أسد حقيقي، وفي المسيح الأسد أرعب مملكة الظلمة وكل الذين يستخدمهم رئيس مملكة الظلمة الذي هو إبليس. عزيزي المشاهد، تعال معي الآن إلى سفر الخروج أصحاح 17، بنكمل التأمل في حرب عماليق. شعب الرب انتصر على عماليق بسببين: السيف والعصاية. السيف تحت، شعب الرب بيحارب بالسيف بقيادة يشوع، وفوق الجبل موسى عامل زي اجتماع صلاة في وحدة، زي ما قال الكتاب: إذا اتفق 2 أو 3 في أي شيء يطلبون في قوة، في لما ناس تصلي وهي متحدة معا في قوة، قوة في قوة، تبقى صلاة مقتدرة لما ناس تتحد معا تصلي من أجل أن مشيئة الرب في موضوع معين يتحقق، يبقى في قوة في هذه الصلاة، تبقى مقتدرة في فعلها. فالسبب الثاني أن موسى وهارون وحور يقول لك صعدوا على رأس التلة، التلال العالية دي، وموسى رافع العصاية، معناه انه بيصلي بإيمان من اجل ان يشوع اللي بيحارب تحت ينتصر، وفعلا هزم يشوع عماليق وقومه بحد السيف. آية 14 بقى في خروج 17: قال الرب لموسى: انتهت المعركة، اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع، فإني سوف أمحو ذكر عماليق من تحت السماء. آية 15: فبنى موسى مذبحا ودعا اسمه يهوى نسي.
عزيزي المشاهد، الرب بيقول لموسى اكتب اللي حصل ده، اكتبه تذكار وضعه في مسامع يشوع. الآية دي مهمة جدا. ليه يشوع بالذات؟ لأنه يشوع الرب هيستخدمه بعد كده في قيادة الشعب بعد موسى، فما ينساش الدرس، الدرس إن هيستخدمه في حروب بعد كده، فما ينساش الدرس إن الانتصار بالرب، مهما حاربت صح بدون الرب هفشل، لأني بالرب هنجح. الفرس معد ليوم الحرب، ده دوري، لكن النصرة تأتي من عند الرب. أنت بتشتغل كويس لكن مش هتنجح في شغلك لو أنت عشت مش في علاقة مع الرب. يمكن تنجح بس نجاح شكلي أو نجاح باهت أو نجاح مؤقت أو نجاح ضرره أكتر من عدمه. يعني في نجاح يضر الأسرة ويضر الصحة، ده لما تبقى بدون الرب. لكن بالرب وعندك علاقة حقيقية مع الرب هتنتصر نجاح في بركات لحياتك، بركات لبيتك، بركات لأولادك. يشوع محتاج ان منساش هذا الدرس الهام جدا، درس هذه المعركة. عشان كده يقول لك وضعوا في مسامع يشوع، يعني كأن الرب بيعد يشوع هنا، بيعده. ده هيقعد يعد كام سنة؟ 40 سنة. هي دي أول قصة يذكر فيها اسم يشوع، بيعد. فعشان كده لازم نشكر الرب من أجل أي حروب دخلناها قبل كده، لأن الرب بيعدنا وعدنا فيها. يعني الرب ما جابش يشوع كده وعمل قائد على طول، ده ابتدى يعده من هو صغير، قعد يعده كام سنة؟ 40 سنة، واستخدم في إعداده موسى، واستخدم في إعداده الشعب بتزمرهم، واستخدم في إعداده عماليق. يعني استخدم موسى في الإرشاد، استخدم الشعب في إن الناس منه بيفكروا غلط فلازم يتعلم إن يبقى متميز ما يمشيش وراهم. استخدم في إعداده عماليق إنه يعرف يحارب عماليق ويجتهد ويعتمد وهو بيحارب على اجتماعات الصلاة، على الناس اللي رفع ايديها من اجله. دروس هامة جدا. اعد الرب قاعد يعد في يشوع 40 سنة، اللي هي الفترة اللي كان موسى بيقود فيها الشعب في البرية. وهنا بيقول اكتب هذا تذكارا في الكتاب. لازم نتعلم نكتب، نتعلم هنا نكتب الاختبارات اللي مرينا فيه عشان ما ننساش الدروس اللي تعلمناها. يعني ما تعتمدش هنا، معناها لا تعتمد على الذاكرة، ذاكرة تخونك. الحاجات اللي ربنا بيكلمك بيها في تجارب الحياة، أو بيكلمك بيها في الاجتماعات الروحية، أو بيكلمك فيها من خلال برنامج زي ده، اقضي شوية وقت اكتب النقط، انك اتعلمت كذا وتعلمت كذا، وتكتب الآية عشان ما تنساش، عشان ترجع لده، هيبقى مفيد جدا جدا ليك. وتقولي طب ليه الرب بالذات الحرب بتاعت عماليق دي اللي قالت تتكتب؟ عشان عايز يقول ان عماليق ده هيواجهكم كل شوية، كل شوية في مواجهة. ولما شعب الرب وصل لحدود أرض كنعان، يعني للأسف رغم أن اتكتب، إنما الشعب نسي قصة عماليق دي، لأن بعد سنتين من القصة دي تقريبا شعب وصل لغاية حدود أرض كنعان، خلاص هيدخل. ليه؟ قدامه مين؟ العمالقة، عماليق. خافوا الجواسيس اللي راحوا، نسيوا اللي حصل من سنتين، نسيوا انه من سنتين انتصروا على هذا الشعب، وكل اللي بعتهم موسى عشان يتجسسوا الارض بتاعت كنعان راجعين قالوا احنا ما نحاربش، احنا ما نقدرش عليهم، اصلهم طوال القامه، اصل عمالقه عماليق. ورجعوا متاثرين بعماليق وخايفين من عماليق، ما عدا مين بقى؟ ما عدا اتنين منهم يشوع.
ليه بقى؟ لان يشوع حارب وانتصر وما نساش الدرس. عزيزي المشاهد، لو الرب اعطاك انك تنتصر على مرض او تنتصر على خطيه كانت بتحاربك بيها، او انتصر اعطاك انك تنتصر في عملك، لما تمر سنين وتدخل في معركه جديده افتكر ان الذي اعطاك انتصار في الماضي سيعطيك انتصار في الحاضر، اللي اعطاك انتصار على المرض القديم سيعطيك انتصار على المرض الجديد. لازم نستفيد جدا 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 مما حدث معنا، من اللي عمله الرب معانا. الشعب للأسف نسي، وكانت النتيجة ايه؟ انه نسي بعد ما كان هيدخل كنعان اتأخر، هيدخل 38 سنة بسبب انه نسي الدرس بتاع عماليق، بسبب انه ما فهمش او عمل نفسه غبي. لما الرب يقول نكتب ونحط ونحفظ ليها سبب، انك انت هتواجه عماليق فيما بعد. بعد كده داود لما واجه عماليق اكيد القصه دي شجعته، يعني عماليق دايما هيبان. وانت في حياتك بقى تعمل ايه؟ عماليق يمثل اعدائك، انتصرت على خطيه في حياتك، لما تتحارب مره كمان تقول زي ما انتصرت هنتصر، وزي ما استسلمتش زمان مش هستسلم، وزي ما الرب عطاني انتصار هيديني. واختبارات الماضي اللي شفت فيها ايد الرب تقوي ايماني جدا في الحاضر. قال الرب لموسى اكتب هذا تذكارا في الكتاب، وضعه في مسامع يشوع. باسم الرب يسوع نتعلم الدرس ونكتب ونسجل وما نعتمدش على الذاكرة والحاجات اللي الرب بيعلمها لنا. يعني طلعت من ضيقة وتعلمت دروس فيها، ايه يعني؟ مش هاخد من وقتك كتير انك تكتب، تكتب مذكرات وتكتب ادي الدرس. قوم لما تتعرض لحاجة مثيلة ترجع تقول ياه ده انا مريت بيه قبل كده، خلاص انا مش خايف، ده هيعظم انتصاري. وبعدين موسى بقى عمل حاجة كمان، اصل المعركة دي مهمة جدا 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 جدا، معركة عماليق. عمل حاجة عظيمة، بنى موسى مذبحا. ده بنى مذبح ليه؟ عشان يقدم ذبائح الخطية؟ لا. عشان يقدم ذبائح الاسم؟ لا. ده مش موقف فيه توبة. عشان يقدم ذبائح الخطية وذبائح الاسم؟ ده موقف شكر لله. فبنى مذبح عشان يقدم ذبائح السلامة، عشان يقدم ذبائح الشكر للرب. وخلي بالك دول طالعين من أرض مصر، يعني الحيوانات اللي معاهم مش كتير، لكن لا، ما أنا عايز أشكر الرب إن أعطاني انتصار على عماليق، فبقدم للرب أحسن حاجة. ومش هفكر بقى اني اللي هقدمه للرب ده خسارة الحيوانات دي، لا، انا اقدم للرب احلى حاجة عندي واحسن حاجة عندي، واقدم للرب احسن وقت في اليوم. ما اقعدش مع الرب كده وانا نعسان وعطيت الوقت الحلو ليا اللي كنت فيه يقظ عشان اتفرج على حاجات في التلفزيون ولا علشان اقرا جرايد. لا، انا بدي للرب احسن وقت وبدل الرب احسن حاجة عندي. ليه؟ لان الرب اعطاني اعظم انتصار، خلاني انتصر على ابليس، خلاني اخلص من الخطية ونتيجة الخطية الهلاك الابدي. لازم في حياتي اقدم للرب. موسى مش ببساطة تقدمته ان يقدم الحيوانات اللي معاه، ده طالع بيها من ارض مصر ومشيت وحافظوا عليها ومقاديهم شهرين بيحافظوا عليهم وما عندهمش كتير، ما فيش مراعي في الصحراء، يعني في مشاكل في تربية الحيوانات الاغنام والبقر اللي هيقدم منه. لا، بس لما يبقى الرب انا اقدم بسخاء. اوعى تكون بخيل في عطائك للرب. ده الكتاب بيقول لك من يزرع بالبركات، وكان يتكلم عن العطاء، ان انا بدي للرب
بشكر بعطائي الرب. يعني هنا بيشكر بالحيوانات اللي بيقدمها الرب، انه عطاء انتصار على عماليق. بنى موسى مذبحا، وبنى مذبحا معناه انه عمل احتفال، واحتفال في تقديم ذبائح. يعني لما طلع من ارض مصر عمل احتفال اكبر من كده، ده كان في تسبيح، وهنا في حيوانات بتقدم للرب. يعني انا اذا بشكر الرب على اموره العظيمة اللي عملها معايا بطريقتين، ولازم الطريقتين يبقوا موجودين، مش واحدة موجودة واحدة مش موجودة. ذبائح فيها شكر، ودي زي ما قلنا قبل كده، دي حسب مثلا الرسالة الى العبرانيين، هتلاقي بشكر الرب بطريقتين، بالعطاء انا يعني بعبر عن اللي عمله الرب معايا، اني ادي لخدمته، ادي لفقراءه، أدي لخدامه بسخاء، ده تعبير عن الشكر للرب. وأشكر الرب بذبائح، اللي هي زي رسالة العبرانيين بتقول ذبائح الشكر، التسبيح، إن أنا أسبح الرب. هنا في لما انتصروا على فرعون كان تسبيح عظيم، لما انتصروا على عماليق كانت ذبائح كثيرة. بنى موسى مذبحا، وبعدين سمى المذبح اسم. في الحته دي حته اللي هي رافدين، سماه اسم، والاسم معبر جدا جدا، سماه ايه؟ يهوى. يهوى عن الرب، ده احد اسماء الله، اسم يهوى. وده الاسم، ما ننساش الحقيقه دي، ان اسم يهوى هو دائما الاسم الذي يطلق على الاله في علاقته مع شعبه، في علاقته مع اولاده، في علاقته مع المؤمنين بيه. اسمه ايه؟ الاسم الخاص اللي اولاده ينادوه بيه، انت يهوى، انت الرب. والرب يسوع لما كان بيقول انا هو، انا هو دي في اليوناني ترجمه لانا يهوى في العبري، فدعا اسمه يهوى، ما قالش ودعا اسمه الهيم، الهيم اللي هو الاله، لا يهوى، عشان ده الاسم اللي الرب قال ده اسمي اللي بيتكلم عن ان انا في علاقة مع شعبي. واسمه يهوى بس لا، اسمه يهوى نسي، ونسي دي معناها علم وراية، وهشرح الاسم ده يهوى نسي في الحلقة القادمة. الى اللقاء، الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب لا دينونة الآن، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل، وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ، UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-2-577-88. وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.